السلام عليكم. نستناو لي بارتيسيمون، اون كومونس لو لايف. نستناو المشاركين يطلعوا ونبداو اللايف. كي العاده ان سو بارتيسيبون سا مي سوفي لارجمون دو كومونسي لو لايف. جو سي بلي لا ماجوريتي دو بوبل سو ديزانتيريس دو لا بوليتيك، اي ا شاك اوكازيون نقول لازم نديرو سياسه. بلا سياسه الحقوق تاعكم تضيع، بلا سياسه ما تعرفوش الحقوق نتاعكم، واللي يجيك يكلخ لكم، الميري يكلخ لكم، السبريفي يكلخ لكم، الوالي يكلخ لكم، حتى الفوق يكلخ لكم. دونك يفو براتيكي، تعلموا ديروا سياسه. ان سول بارتيسيبون، اطلعوا، شاركوا، بوزو دي كيسيون، باش نبقاو نناضلوا. Je pense qu'il y a trop de signal sur mon compte, c'est pour ça que les notifications te mail gauche. Moi je poste toujours, on est posté, on est dans les live. Un seul participant qui m'a goûté dire aussi yes à Yajma'a. Lazm, hatta ouledkoum. Yani, wallah l'azim, gaddakht, smat tafl ferransi, fi qanat BFM. تدخل سياسي، يعني وعي سياسي كبير، طفل صغير يقرا في البريمير وقيلا، يعني دوخني واحد الوعي كبير 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 عند الطفل هذا. هو اطفال البلدان المتقدمه وين يخليو يربيو الاطفال تاعهم على السياسه، لان بلاد بلا سياسه ما تمشيش. وحنا هنا الاطفال تاعنا الفكر تاعهم محصور الا في الحليب، في كريستيانو، في ما نعرف واش، مستوى ضعيف. يعني سمعت قلت طفل فرنسي على قناة بي اف ام في تدخل سياسي على واش راه صاير في فرنسا مع قانون التقاعد وليجيلي جون، ويعني خلص دار خلاصة سياسية على الوضع الفرنسي، يعني راسي حبس مستوى وين وصل، لأن هما مدرسة للسياسة، طفل يقرا ويديروا السياسة، وحنا هنا الكبار وما همش يديروا السياسه، الكبار وقاعدين يديروا فلاشات تاع الحليب ويتكلموني على الفياط وما نعرف، والحقوق نتاعهم ضايعه، ويعني ويقول لك بدونا الحقوق. انا ما تمارسش السياسه، ما تعرفش القوانين، ما تعرفش الدستور، ما كانش جزائري يعرف ماده من الدستور. واش من ماده تمد له الحق، واش من ماده اللي ما تمدلوش، واش من ماده اللي تخليه يعبر على الراي نتاعو، ما يعرفوش. لا ماجوريتي دي بيبل الجيريان ما يعرفوش لي زارتيكل دو لا كونستيتيسيون الجيريان، ما يعرفوش، عيب. دونك يفو فير دو لا بوليتيك بارتيسيبيو. ودائما نقول بلا سياسه ما تمشيش البلاد، بلا سياسه ما تمشيش البلاد. وحنا المشكل تاعنا في الجزائر ما عندنا سياسيين، عندنا اون كريز بوليتيك، اون كريز دي بوليتيك دو بوليتيسيان، ما عندناش، ما تمشيش الامور. بلدان اللي عندهم سياسيين محنكين راه تشوفوا نوصلوا، لان كاع المشاكل اللي راهم في 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 البلاد راجع لعدم وجود سياسيين محنكين، والازمه السياسيه اللي راهي في البلاد. نظام مخشين راسو، قال لك انا غير انني نخدم البلاد نتاعي، وحنا نخسروا وحنا نطببوا. الشعب ما قدرش يدير كتله سياسيه لمواجهه النظام السياسيين، ما قدرش يدير تمثيل، ما قدرش يتهيكل، ما قدرش يسمع للناس اللي يديروا السياسه، ما كانش معارضه للنظام هذا. والمشاكل الاجتماعيه والمشاكل الاقتصاديه كاع مربوطه بالسياسه، لان عندنا ازمه سياسيه. كاع واش راكم تشوفوا هنا عندنا ازمه سياسيه، ما كانش دي ديبوتي، ما كانش لميير، ما كانش دي مينيس، ما كاين والو ابسوليمون ريان. سي بور سا كو إليا دي كريز، باسكو ا ديفو إليا با دي بوليتيك كي ريغل سي كريز. نتكلم نصوتوا للموضوع نتاعنا تاع اليوم اللي هو اقتصادي، وسؤال او اسئله بزاف يكتبوا لي يقول لك ما رايك في ارتفاع الاسعار؟ قال لك تدير الاسعار هذو اليامات راهم هبلوا، يعني المواطن ما راش قادر يشري حتى الخبز، مي لا شيرتي دو لا في. نسيو نوضحوا الامور باش نتفهموا مليح بكلام بسيط. الحكومة اللي تحكم في البلاد الدور تاعها هي حماية الشعب وحماية البلاد. لو رول دان غوفرنمون سي بروتيجي لو بيي كي لالجيري اي بروتيجي لو بابل.
هذا هو الدور نتاع الحكومه هنا ولا في الطليان ولا في فرنسا ولا يحميوا البلاد من العدو بمؤسسه العسكريه والاجهزه الامنيه ويحميوا الشعب بمؤسسات اقتصاديه اللي لازم يحميوا الشعب من الجوع لازم يحميوا الشعب من المرض لازم يوفروا شروط المعيشه الكريمه الملائمه للشعب سي سا لو رول دان غوفرنمون سي بروتيجي لو بوبل ويحسنون الوضع نتاعو هذا هو دور الحكومه اللي سير مؤسسات الدوله الجزائريه حمايه البلاد من الخارج من العدو الخارجي عن طريق المؤسسه العسكريه والمؤسسات الامنيه وحتى الشعب يشارك وحمايه الشعب من الفقر من المرض من المجاعه من ودور هو تحسين وضع المواطن هذا هو لو رول تاع الغوفرنمون نقولوا الاسعار الاسعار ما يهبطش بالترهيب او امبوزي ان بري كان التاكسي البطاطا من المستحيل الاسعار ب لوفر الى دوموند واش نديرو في السوق واش الطالب لوفر الى دوموند الطالب والتوفير سي برودوير سي ايموندي لو مارشي لازم نعمرو الاسواق بالمواد هذه اللي راهي مفقوده ولا راهي طالعه نتكلموا على المواد اللي راهي جايه في الخارج نورمال لي بري راهم طالعين باسكو الكيرا تاع لوكراني و لا كريز ايكونوميك في الموند والكيرا نعرفوا واش دارت طلعت لي بري سورتو لا نتكلموا المشكل نتاع المواد اللي راهي في البلاد وراهي غاليه من المستحيل امبوزي ان بري من المستحيل الحكومه تفرض ثمن بطاطا ولا حمص ولا حلها هو ينوندي لو مارشي لازم نغرقوا الاسواق بالمواد هذه هذو اللي راهم يحتكروا او مافيا اللحم ومافيا الحليب ومافيا لان كاين لوبيهات الناس ما يشتي بخبر ناس ما شبعتش بالفايده القليله قالوا لهم لي فاكتور ديروا لي فاكتور حاسبوهم ومنا لازم المشتري هو اللي يخلصها ها يكري ب 30 مليون ولا 40 مليون اللي هبال يكري حانوت ب 30 مليون اللي هبال جامي شفت انا في العالم حانوت ينباع ينكر ب 30 مليون في الشهر لان في الخارج يبيعوا لي فوند كوميرس القاعده التجاريه هي اللي تباع الحانوت باطل اما القاعده هو استدير لو فوند كوميرس هو استدير حانوت مشهور ولا الماركه هي اللي تنباع المهم يطفرها في المشتري او في المواطن ورانا نشوفوا اللي نتكلموا على المواد اللي هنا في البلاد دونك لازم الحكومه اذا بغى بالخساره لان الحكومه راهي هنا باش تحمي المواطن كما السيارات السيارات لا تروح للجدد نعرفوا باللي الجديد راه يدير كيما الفيات دير 14000 اورو ما يقدرش المواطن البسيط يشري فيات ب 150 مليون ما يقدرش روح للقديم جيب القديم ولا الفرنسيين ولا الامريكيين راهم يشرو جديد في الوقت هذا رانا اون كريز سوق السيارات راهي حابسه في الموند كاع لان لا بياس تاعهم غليات باسكو يخدموها الاوكرانيين وتكلمت اوكرانيا مختصه في لي بياس هذوك سونسيب الكترونيك هذوك راهم غاليين ترونسبور زادوا باسكو لا كير زاد الترونسبور ماريتيم انترناسيونال زاد دونك طوموبيلات جدد راهم غاليين هذا النظام باش يكسر لي بري اللي راهم هنا في الجزائر اللي هبال طوموبيل تاع الثمانينات تسوى 200 مليون راح يجيب جديد وجديد غالي دونك ما يقدرش يكسر لي بري هادو الطوموبيلات يولوا يشروهم ناس مصريه اللي عندهم جماعه صغار اللي عنده امكانيه باه يدي كريدي بونكير ولا ولا يبدل الطوموبيل تاعو لكن الشعب ما يديش
لأن النظام جاب سيارات بثمن السوق السوداء، وكما قلت الواجب أو لورول دي غوفرنومون هو كاسي البري. دور الحكومة هو كسر السوق السيارات مثال، يجيبوا القديم ولا الفرنسي راه يشري جديد، ما كاينش اللي راه يشري جديد، راه محبسين. حنا يجيبوا جديد اللي راه غالي، فيات راه يدير 14000 بلس اورو. هاو المشكل وراه، هاو المشكل وراه، لان السوق انا في الجزائر قلت باللي السوق فوضوي، ماشي مهيكل، ماشي مراقب، مافيا السير، مافيا تاع اللحم، مافيا تاع الحليب، مافيا تاع الزيت، ها يعني باغيين دائما يدوا الفايده الكبيره الكبيره، ونعرفوا في الخارج بات تدي فايده لازم تبيع يقرو، لازم تبيع 10 لحظه بات تدي 0.1 اورو، هنا يبيع 10 لحظه يدي مليون. نعرفوا التجار ما عندهمش رحمه. نتكلموا على لي برودوي تاع هنا، لان اللي مربوطين بثمن الدينار بارابول اورو. دينار هابط، الثمن تاعو راه هابط، او لا فالور تاعو قيمه الدينار راهي هابطه. دونك نتكلموا هنا واش راه صاير. كاسي لي بري سي اينوندي لو مارشي، او بويكوتي، او نمتنع ما نشريش. وهذا الدور تاع الجمعيات، لكن انا نسمعوا الجمعيات نتاع حمايه المستهلك قاعد يدير في بوليتيك، قاعد يتكلم. لا، حتى الشعب ماشي واعي، الشعب اناني، لان لو كان ذوق بالخير يقول ما تشروش البيض، يجي واحد عنده جوج دورو يزو خاطر البيض. لكن في دول وين كاين الوحده بيناتهم، امريكا، فرنسا، دول متقدمه، كي جمعيات يناديو لمقاطعة شراء البيض ما يشروش. حنا المرفه ولا الاخر، لان يقول لك التوشيني. حنا هنا نعرفوا مجتمع اناني، هذه يعني حل مجتمع اناني رانا نشوفوا. اللحم غالي، تقول له ما تشيش اللحم، يجي يهبط بالطونوبيل هذيك، وهذيك هي معيشته، كيطرطق القفله تاع الطونوبيل ويهبط عند البوشي. هذه ثقافه لازم منها، لان الشعب الجزائري اناني. وعندنا تجار لا رحمه لا شفقه، نتكلم باغيين يبقاو كي بكري، فايده مهبوله. يفتح حانوت لازم له يشري طوموبيل في الشهر، وهي نعرفوا في الخارج شكون المرفين، ماشي كوميرسيه، ليزانفورماتيسيان وجوجل والناس اللي تفكر تبتكر، هذوك هما الاغنياء، ماشي ربي الدجاج ولا يبيع اللحم، يبيع كبش حم، الحم يدخل طوموبيل. شوفوا هذه من ثقافه. زيد لازم الحكومه تخسر باش تحمي المواطن. شريتها 200 مليون من الطليان، بيعها ب 100 وجيب. شريت اللحم ب 80 مليون من النيجر، بيعه ب 40، لان الحكومه هذا هو الرول تاعها. لو رول دان غوفرنمون كي جير لي انستيتيسيون دو ليتا سي بروتيجي لو سيتويان دو لا فامين دو لا بوفرتي دو شوماج دو العراد دو كاكا. سي اينوندي لو مارشي، ما تجيش تقول له راك مدس الحليب وراك زدت نحكم لك الحبس. هذو سي دي سوليسيون تومبورير، حلول مؤقته. بارطاجيو لا فيديو اللي عنده لي جروب بارطاجيو. هذه حلول مؤقته، الفو اينوندي لو مارشي. نجيب ما قدرناش برودوي باسكو تكلمنا لازم الصناعه، لازم ديزانفيستيسمون، لازم استثمارات، لازم نديرو اكتفاء ذاتي. لكن في الوقت هذا عندنا لاكاس معمره بترول جاب، نقدروا ننفيستي ونقدروا لازم نجيبوا الماكله للشعب. دونك il faut casser les prix avec faut inonder le marché. Il faut inonder le marché. جيب اللحم، ابقى تجيب اللحم حتى هاك السماسيرا يركع. حنا هنا لا يبلع اللحم، خليه يبلع، باسكو في الخارج ما كاينش. الله يا ربي، خسرت
دي ملياردير في نهار ولاو سي سا لو كوميرس. حنا هنا النظام يخدم بالله الله يا ربي ولا لا الفلاح يخسر خليه يخسر خليه يخسر ما قدرش ينتج منتوج اللي يكون في متناول الجميع خليه يخسر. العاطفة قال الفلاح لازم ما يخسر لا لا il doit produire لازم يجيب لي تكنيسيان يخدموا له الفلاحه باش يجيب في القنطار يجيب 10 قناطر ما يجيبش قنطار ومن بعد يبيع الغالي. هاو المشكل وراه. لا لا طوموبيل تهبط هنا في الجزائر بجوج دورو وهذوك اللي يخدموا يخسروا خليه يخسر سي سا سا مارش كوم سا سا مارش كوم سا. دونك امبوزي ان بري يفرضوا ثمن على المواد ما كانش منها سي لو مارشي ليبر فين تحايل كاين لا سوليسيون سي برودوير. لازم نسجو هنا وقلت تكلمت في الفيديوهات هذه زملها دو طون باسكو بلاد خربت ما كاين والو. مي في الوقت الحالي الفو اينوندي لو مارشي دو فانك لو برودوي. مثال دوفيز دوفيز بكري نشوف انا كان سيبونسيوني ليطا او الحكومه تاع بكري ما نتكلمش على الدوله الجزائريه انا قلت الدوله مؤسسات والاخر الحكومه اللي كانت تاع بكري تروح للبنكه 30000 نتاع الجزائر يعطيك 30000 نتاع فرنسا سي بوليتيك. دوك لو كان يحبوا يفريو لافير تاع الدوفيز ينونديو المارشي يغرقوا المارشي بالدوفيز لان الدوله عندها امكانيات لوح مليار اورو في المارشي ديروا اورو بان دينار المصريه هذوك يرقعوا اللي خسر يروح روح سا مارش كوم سا ماشي الله الله يا ربي والفلاح يخسر الكوميرس يخسر ويخرجوا لك العلماء يمانيفيستي والكاليتوس يمانيفيستي خليه يمانيفيستي الفو ايموندي لو مارشي جيب اللحم جيب 80 امبورتي من النيجر امبورتي هكذا ا ديفو دو لا برودكسيون فو برودوي فو penser à l'investissement. Il faut revoir l'agriculture, faut... j'ai parlé de tout ça. Mais en ce moment, pour que ces malfrats, parce que les mafias, ils ont tout fait, les citoyens qui ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Parce qu'ils ont fait les factures, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Donc les taxes, les hommes, les citoyens, ils ont fait ça. Nous savons comment ça marche l'Omar. Donc il faut inonder le marché avec les produits de l'entrée. Mais je ne sais pas si c'est parce que c'est terrible, c'est des solutions temporaires, c'est des solutions qui ne donnent pas de solution. C'est des solutions qui ne donnent pas de solution. En ce moment, à défaut de production et on ne produit rien, il faut produire, il faut penser à l'investissement pour produire au moins qu'on a une suffisance alimentaire, c'est une protection, il y a un rida et l'azmikoun, mais pour donc, pour que les prix, pour que ça m'assera, traquera, yébri la aïroh et rouah, ya, yintij mlih, yébri, normal, houa, inonder nos marchés. لازم الحكومات تغرق السوق بالمواد اللي راهم طالعه بالزيت باللحم بالاخر فو ديبونسي كاين دراهم بور لانستون كاين دراهم رانا الاز بالدراهم مي ماشي اون ديتريمون دي زانفيستيسمون فو بونسي او زانفيستيسمون هذه تكلمت عليها كيفاش نخرجوا لازم برودوير لازم نخدموا كل شيء هنا مي دوك لازم تجيب اللحم تجيب الطوموبيلات علاه جدد وعلاش تروح تجدد ومن بعد دير لي الثمن كيما السمصري راه كيما السمصري الحكومه ولا السمسر 200000 شكون اللي عاد يجي 200 جيب ما تخليش الشعب يجيب مود 300 جيب انت وزاره الصناعه تجيب مود 300 يهبط السوق وما تجيب زوج ولا ثلاثه اي نون دي لو مارشي خرج اون سوم دو بروتيكسيون خليه يقدروا النظام او الحكومه تخسر باش يحميو الشعب باش يحميو الشعب من هذو لا مافرا اللي راهي
حكم على السواق وقلت وشكونهم وقلت الجزائر باللي سوق فوضوي ما كاش كنترول ما كاش منا ما يخلاش ما كاش لا فيسكاليتي ما كاش منا نهار زيروهم شويه في الاخرين قال لك لا لا احنا الفايده تاعنا ندوها به كان الحال هاي كيفاش نطلعوا ما نعرفوش وراه واش صاير في البلاد والحكومه تخدم بالعاطفة لا الفلاح يكون لي لا لا هكذا لا لا باوت السمار يخرجونا لا لا العالمة يخرجوا مانيفيس يديرونا مشاكل لا نخلوهم كانش نجيب الطونوبيلات على بورتي تو المون الجزائر يجيبوا جدد علاش تجيب جديد جديد من الخارج ما راهش يمشي من الخارج ما راهش يمشي قلت موان دو تروازا فيها ترافيك وفيها منا وتدخل جماعات التزوير ومنا جيب انت يحبط المارشي لا راه 404 ب 400 مليون عيب بلوس يفو بونسي اوغمونتي لا فالور دو دينار افيك لا برودكسيون افيك لو بي بي اه برودوي انتيريو بروت لازم ننسجو لازم يكون عندنا كشف ذاتي ولازم واش نبيعو اقل واش نشرو الفاتوره تاع الاستيراد تكون قبل صغير على التصدير هذا تكلمت عليه الامور انا نحكي على الحلول تاع دوك يفو ينوندي لو مارشي ماشي في شهر رمضان تجيب لي بالحب ب 120 وفاني لازم تكون الثقافه نتاع الشعب ما تمشوش في نانتوكس الحب اللي يجيبوه مليح حتى السرجالي حتى السرجالي مليح مليح هذو نانتوكس لا لا اللحم ماشي مليح والسرجاني ماشي مليح واللي في الفريجيدار ماشي مليح هذه هما لي بارون تاع اللحم اللي راهم حاكمين اللحم لا مافيا تاع اللحم هما شرو انا شريت منه هذا 120 مليح وزم تكون على ثقافه عند الشعب غلا والبيض ما نشريش ما نشريش ولازم هذوك الزواخين فاني كيف كيف يعاونوا الشعب لازم الشعب يكون لازم تدخل ثقافه لازم الشعب يتوعى ماشي نفسي نفسي ما يشريش اللحم ما يشروش يحبط يديروا خليع هذا واش حبيت نقول بارطاجيو اللي عنده لي جروب السلام عليكم